مسكينين الناس مستعملين التليفون ما واعينش لقله وعي. التليفون خذا لنا واحد 80 حتى 90% من لي زاكتيفيتي اللي كنديروا في النهار. هذا هو الفيروس اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سيدخل بيوتكم وما تقدروش تخرجوا. وهاد الهاتف يا ربي يا ربي باذن الله تكون هادي وتقطع الويف وتقطع الكونيكسيون والتليفون نخدم نديرو في هذوك لي زابليكاسيون ديال كتاب الله ونلتجئوا للكتاب ونمشيو للمسرح ونمشيو نلعبوا اللعاب ودوك الدراري الصغار دوك اللي دوك اللي شي الدراري الصغار اللي كيعطيو والديهم تليفونات صغار يمشيو يسمح لي على هذه اللعبه يمشيو يلعبوا النق يمشيو يلعبوا طروابا يمشيو يلعبوا سديديدي باش يطلعوا حرشين. فنيني من دوك يمشيو يعطيو تليفونات يمشيو يتفرجوا في ديزني كل الوان ولا يمشيو يتفرجوا في شي لعيبه تيطلع لك الدري زويون ويدي حمام رينو ربي يقطعوه. من نهار دخلت الفيروس ديال الكونيكشن وديال التليفون وكذا وحنا هجرنا الكتوبه هجرنا القران هجرنا المسرح هجرنا شحال من حاجه ولا الاغلبيه دابا حتى في العائلات مشى داك الجمع وداك الضحك وداك الشيء ولي دابا كتدخل العائلات كتلقى كلشي شاد تليفون كلشي شاد كذا كلشي شاد هذا مشات ديك شنقول لك مشات ديك اللمه العائليه اللي كانت كتجمع على بريريت ديالها تاي وكيضحكوا وكذا خربقات التليفون وخربقات الكونيكسيون وداك خربقات هادشي ديال التليفون. احنا من عاد اخويا الزين انت كصحافي انت كتشوف التليفون من نهار دخل يعني دخل لافريك اونتر بارونتيز العالم الثالث الناس اللي ما فهمتش شي التكنولوجي او ما واعياش حيت كاينين الناس مستعملين التليفون ما واعينش كاينين الناس مستعملين التليفون واعيين يعني يقدر التليفون يقدر واحد مستعملو للدراسه لكذا انا ما كنعممش ولكن يقدر شي واحد التليفون كيستعملو حيت ما واعيش كيستعملو شي امور اخرى اللي قله وعيه يقدر يطلعوا لي ابليكاسيون هو ما عارفش ولا اب ولا شي بيبليسيتي هو ما عارفش يدخل ليها ويدخل فواحد الضايع وكذا غيمشي لي صالتو تمشي ليه بركتو مع الدرب الى شوف التليفون خذا لنا واحد 80 حتى 90% من لي زاكتيفيتي اللي كنديروا في النهار. هذا هو الفيروس اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سيدخل بيوتكم وما تقدروش تخرجوا. وهاد الهاتف كنظن ان شهر 11 ان شاء الله باذن الله يا ربي يا ربي باذن الله تكون هادي وتقطع الويف وتقطع الكونيكسيون والتليفون نخدم نديرو في هذوك لي زابليكاسيون ديال كتاب الله ونلتجئوا للكتاب ونمشيو للمسرح ونمشيو نلعبوا اللعاب ودوك الدراري الصغار دوك اللي دوك اللي شي الدراري الصغار اللي كيعطيهم والديهم تليفونات صغار يمشيو يسمح لي على هذه اللعبه يمشيو يلعبوا النق يمشيو يلعبوا طروابا يمشيو يلعبوا سديديدي باش يطلعوا حرشين. فنيني من دوك يمشيو يعطيهم تليفونات يمشيو يتفرجوا في ديزني كل الوان ولا يمشيو يتفرجوا في شي لعيبه تيطلع لك الدري زويون ويدي حمام رين وكذا وهذه تولي واحد معاه من هنا 2030. هذه غير نصيحه فيزيو كنشوفها من هنا 2030 الدري الا ما حشرتيش وقصحتيه راك في ضايع وغتسني منه خالتي يقول لك شي لقطه اللي غتعشم يقدر النهار تقول لي ولدي جاتني الجلابيه يقول لك زوينه يا الوالده سمحوا لي على هذه الكلمه هذه وانا درت لكم واحد الايماجيناسيون على المستقبل راعي ولادكم وعرفوا اش كتعطيهم تيليفون واش دري صاحبي 12 عام وعنده تليفون فيه 64 خيغا 128 خيغا وبزاف الصاط انا ما درت تليفون صاحبي تنجحش في الكادريان استاذ ولي هذيك البوطون وفرحان وكذا ودابا الصغير فاني عنده ايفون وكذا وكيتطور وما شنو بغا يدير هاد النقطه اخويا جارحاني علاش حيت الوالدين اشنو ولدي مبرزني هاك تليفون واش عارف التليفون اش كيدير ولدك راه كيدمر فيه. اسمح لي تطرقت في هذا الموضوع بزاف حيت علاش حيت قايسني حيت فيه خوتي الصغار وفيه خواتاتي الصغار وفيه مستقبل غيطلع عمي خصو يطلع صحيح وتخيل معايا مستقبل غيطلع مثلي تليفون معكاز كذا الى اخره هادو هما اللي غيهزوا الحكومه فهاد الحكومه اللي عايشين فيها دابا حاليا حنا ومع اونتر بارونتيز فما بالك بالحكومه ديال 2030 2040 اللي ان شاء الله غيترأسها ان شاء الله حسن الثالث يا ربي ان شاء الله باذن الله يحفظوا لينا. خويا ربي وليداتكم بعدوا منهم التليفون اول حاجه تربيه دينيه ثاني حاجه تربيه اسريه والمدرسه راه ما كتربيش المدرسه كتعطي المعلمه كتعطي المعلومه المعلمه كتعطيك المعلومه الدار هي اللي كتربي والوالدين وقد تنطوا ليها الدار هي اللي كتربي ربي ولادكم في ديوركم وسمحوا لي والتليفون راه اكبر فيروس لا بغيتي تضيع ولدك ولا تضيع بنتك ولا تدمرها لا نفسيا دابا راه ولات واحد المؤامره ديال دابا مابقاوش كيحاربوك دابا ولاو كيحاربوك من الهاتف ولاو كيحاربوا وليداتك من الهاتف ولاو كيعرفوا اللاج ديالهم ولاو كيعرفوا كل شيء وشكرا وسمحوا لي بزاف باش نوسع الموضوع ولكن اخويا راه حيت
ام واحد واحد الجانب وطني، واحد الجانب ديال غيره على خوتي واخواتي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.